السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة ديالي. عندنا فيديو جديد، غادي نصوبوا العسل باش نحضروا الشباكية. غادي نحتاجوا فيه 2 كيلو ديال السكر سنيدة، يمكن لكم تديروا حتى قالب الا بغيتوا. غنحتاجوا 2 طريفات ديال الحامض، وواحد كموسة ديال اتاي، والقرفة. غنحتاجو واحد اطرو ديال الماء حتى هو، اطرو ديال الماء. غادي نحركوه مزيان، غنديروا الكموسه دابا ديال الاتاي، غادي نديروا دوك الطريفات ديال الحامض، غنديروا العويدات ديال القرفه. صافي، غادي نسدو عليه، غنخليوه المده ديال ساعه ونشعلوا عليه البوطه. غنسدو كوكو ساعه ديال المدانه على بوطه مهيله. صافي، بعد ما حيدنا منه الليمون واتاي والقرفه، ها كيفاش خرج لينا بحال هكا معسل. ها انتم شوفوا الشكل ديالو، العسل نيت ديالو، العسل نيت.